وعن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن ملك لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته. إن ثوبان رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم تنظر في رواية طفوة إنه بندعي للسنين ووسعه بيته ويتحنه معناها وارتزجر سأرسى الخير وبكى على خطيئته هل أخذ بقى مني. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله من نسعته؟ قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وبكى على خطيئتك. عقبة بن عامر أن استسكن النبي صلى الله عليه وسلم أن هندك وهي سبع سن لأن نسعك زي السنة تجد قامة عن نقطة فيها وبكى على خطيئتك تلحف لك كاديني. وعن مكحول رضي الله عنه قال قال رجل متى قيام الساعة يا رسول الله؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ولكن لها إشراف وتقارب وسواك. قالوا يا رسول الله ما تقارب وسواكها؟ قال كساد ماء ومطر ولا نبات وأن تفشو الغيبة وتكسر أولاد البيت وأن يعظم رب المال وأن تعلو أصوات الفسقة في المساجد وأن يظهر المنكر أهل المنكر على أهل الحق. قال رسول الله ما تأمرني؟ قال سر بدين توفر حسن. مقول إن سستنا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إن سهرنا سبيل كمان إن سبقوا الجرع والجرع والسستن واتوسس والسستن واتوسستن من سلامي ولكن تلا شرفني سهر بالسناني أغني السوكن إن سما وساني أغني السوكن إن سادة أدى أبي أدى أدى خمسان عمان إن قيمة النجات وري وري سلمين تيجات تيسني تيجات نارا وآرا جمورين لابدا يسيرت نسمقر وعدمان الجهدي كلام مثلاً نبدون كنا في الصقر تنزيل داويل أنفير إلى المنكر فلا أنفير إلى كل المنكر فلا لك فلا الحق إن رأي إن أرسي إن أصدق إن سأكثر منك إن أحزا وقد الدين لك وأكون حلسا من أحلاس بيتك تقل الأرض وبئس بيك رخصيس بيك كنا نحنك. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل